حضرتك وسهرك طيب مبدئيا وانت طيب، ويا رب يا رب. الله معك يعود علينا كلنا بخير. ان شاء الله واعتقد انت محتاج الدعوات هذه الايام بشكل مكثف. ان شاء الله. كابتن نادر، احنا بقينا حاسين، واعتقد ان انت مش هتخالفني كتير في الراي، انه وكيل اللاعبين ده يا اما قاطع طريق يا اما راجل افاق، وانا ما اقصدش اي اساءه والله، بس واحد قاعد على الناصيه او على قهوه بيشرب كوبايه شاي وبيبص بعين ونص، وفجاه يروح قايم هاجم على حد واخد المحفظه وماشي. يعني ده الانطباع العام عند وكيل لاعبين. انا عايز اسالك، يعني ايه وكيل لاعبين؟ لا، حضرتك اللي انت بتقوله ده موجود، وحضرتك بتقوله ده موجود فعلا، بس ده مش وكيل لاعبين، ده بيسموه بره فيشر. فيشر ده الصياد، صياد يعني. صياد. لكن وكيل لاعبين مش دوره ان هو يقعد على القهوه، لا خالص. وكيل لاعبين ده عباره عن دخل في منظومه جديده الكرويه او صناعه الكوره، وبقى ليه احترامه جدا بره. بقول بره، يعني هنا في مصر العمليه لسه ما خدتش حجمها. احنا هنا لسه بنتعامل معاكم على ان انتوا سماسره. لا، ولصوص وحراميه. يعني اللي هو ايه، مسجلين خطر بالظبط. بس ده يعني انا شايف ان الكونسبت او المبدا اللي هنا ده مش صح خالص، لان وكيل اللاعبين ده معترف بيه في الفيفا، معترف بيه بره، والناس هناك اللعيب اللي بيدخل من غير وكيل اللاعبين ده بيبقى موقفه ضعيف، مش موقفه قوي، عكس هنا خالص. فوكيل اللاعبين ده شغلته عباره عن ان هو بيمضي، برضه هشرح لحضرتك الخطوات بتاعتها. انت بتدخل امتحان، والامتحان ده بتجتازه او ما بتجتازوش. لو نجحت بتاخد اللايسنس بتاعتك وبتبتدي تشتغل، وكل سنه بتدفع البوليس التامين بتاعتك وبوليس التامين، وبتشتغل على هذا الاساس. انت مكتبك في القاهره؟ في القاهره، في المعادي. انت اخترت هذه المهنه ولا المهنه هي اللي اختارتك؟ لا، انا اخترت المهنه دي طبعا. انا ما اخترت المهنه دي من 4 5 سنين. هل اخترت هذه المهنه عشان انت كنتش لاقي شغل، فانت يعني قلت ما تيسر لا طبعا. لا لا لا، انا اتوكل على الله. لا، انا بحب الكوره جدا وانا صغير، وكنت كان مثلي من 4 5 سنين كنت بشوف الاستاذ عبد المنعم الصاوي بيعمل حاجه جميله جدا، فقلت اشتغل معاه، وكنت دراعه اليمين كده شويه، وبعد كده قلت لا انا استقليت بقى. استقليت وانا طبعا استاذنت قبل ما استقل. يعني بقالك كام سنه تقريبا؟ بقالي 4 سنين. طب هل في ال4 سنين دول تقدر تبقى انت وكيل لاعبين الخاص بالنجوم الكبار زي عمرو زكي وزي عماد متعب زي محمد شوقي؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طب انت واضح ان في حاجه غلط في ادائك. ليه؟ يعني عمرو زكي شفنا مشاكله في اوروبا. ما حسام غالي شفنا مشاكله في المملكه العربيه السعوديه. عماد متعب الان حديث الناس سواء في بلجيكا او في مصر. يعني انت واضح ان مفيش شغلانه ليك بتمشي. لا، هقول لحضرتك حاجه بس، عشان بس اصل في ناس كتير بتقول الكلام ده. الاول من سنتين ثلاثه كده، من 4 3 سنين، كان المشكله في مصر ان هم بيقولوا ان الوكلاء بيجيبوا عروض وهميه للعيبه. ودي كانت مسار حديث الناس كلها. اعتقد ان من 3 سنين الجمله دي اتشالت، مع احترامي الشديد، ده مش غرور ولا حاجه، بس اما انا بتكلم بقول عندي عرض الكذا، انا بعمل شغلي. الناس بتصدقك يعني؟ المفروض ان هم يصدقوني، ان انا يطلع شوقي ويطلع عمرو زكي مرتين ويطلع المحمدي ويطلع عماد. اعتقد ان انا صادق في كلامي. الاول يبقى انا نهيت قصه الوهم اللي هم بيتكلموا عنه. اما حضرتك تيجي تتكلم في شغلي. طب اهلي وزمالك بقى؟ لا، انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. بس دي بتحصل. لا، يعني انت بتبقى وكيل لاعبين وعندك لعيب عايز تعلي سعره في الاهلي؟ لا 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 لا، بتجيب عرض وهمي من الزمالك او العكس؟ لا لا، عمري كده، واسال النادي الاهلي واسال الزمالك. بس اقول لك ده بيحصل، اكيد بيحصل. ما كل واحد، حضرتك بره وجوه في اي شغلانه في الدنيا، في كويس وفي الوحش. في واحد بيستعمل الاسلوب كده، وفي واحد بيستعمل الاسلوب كده. انا ده مش اسلوبي خالص. انا مهمتي ان انا، وده انا عشان انا بحاول اثبت وجهه نظر ان اللعيب المصري المفروض يلعب بره، مش الجزائريين بيلعبوا بره والمغاربه بيلعبوا بره، في ناس كتير بتلعب بره ما عدا المصريين. ودي قضيه انا بحب ان انا اكون مميز في شغلي، بحب ان انا ما اكونش زي اي حد تاني. فاعتقد في خلال 3 سنين دول اعتقد ان انا طلعت 5 6 لعيبه، بس انا مش مطلوب مني انزل ملعب العب كوره، او مش يعني انت دورك بينتهي انه اللعيب بيتعاقد ويسافر بالفعل. بالظبط. يبقى انا دلوقتي عندي موظفين اللعيب نفسه بقى. طبعا لازم. انت النهارده عشان تطلع لعيب ده بتاخد منك وقت، وقت وشغل وفلوس كتير قوي. ان انت بتطلع وبتعمل ماركتنج للعيب، وبعد كده تنزل، وبعد كده تقنع اللعيب، وبعد كده يطلع. بتقنع النادي ده ازاي مثلا؟ يعني انت يعني المحمدي اللي هو اخر لاعب انت خدته بره، عملت ايه مثلا؟ انا عايز هقول لحضرتك حاجه، في نقطه مهمه جدا لازم حضرتك تعرفها. الواحد ما ينفعش يشتغل لوحده، لازم يكون في حد ينقي واحد يمشي مع الكونسبت اللي ماشي بيه او المبدا اللي هو ماشي بيه. في ناس كتير قوي بيتعامل مع ناس بره بس ما عندهاش مصداقيه. مع حضرتك اللي عندك في مصر ممكن يكون واحد يعني مش فاهم شغل قوي، برضه بره كذلك يعني. بره مش كل الناس كويسه بره، في فشل خالص خالص، بالعكس، ده نسبه قليله جدا اللي تعتمد عليهم. بره في ناس كتير قوي كانت بتكلمني على عمرو زكي مثلا،
فانت بتتعامل وبتشوف وبتشوف، بس خبرتك او انت الخبره اللي انت عرفتها من ناس بيفكروا زي بره تعرف تقول الراجل ده صادق او مش صادق. فدي الميزه اللي عندي، ان انا فاهم اللي قدامي ده هل هو عنده فعلا حاجه ولا ما عندوش، فبالتالي بتبتدي تاخد الخطوات بتاعتنا. يعني محمدي مثلا، محمدي طلع بلاك بيرن من 3 سنين او من سنتين ورجع من غير ما اي نادي يتفاوض مع اي نادي، طلع لوحده كده مع نفسه. اعتقد ان محمدي دلوقتي بيلعب في ساندد ويلقى اهتمام وتشجيع. ومحمدي مضى معايا من سنه بالظبط، طلع ساندرلاند، ومن ساعتها في جديه في التعامل ودلوقتي في ساندرلاند. فبالتالي لازم تكون مميز في اللي انت بتعمله. طب عشان نمشي بالترتيب ونفهم الناس، فضل. يعني انت بتتفرج زينا على الماتشات قدام التلفزيون طبعا، شفت لعيب جديد فانت استوقفك مثلا كنادر انه اللعيب دوت هيجي منه يعني فبتروح تمضي معاه. ما انت عشان تمضي عليه دي قصه قصه مش مساله ان انت تروح تمضي معاه. ما يعني لا انت وخلي بالك ان اللعيبه عامه مش في مصر بس، صعب قوي ان انت تاخد الثقه بتاعته. يعني صعب قوي ان واحد يشتغل جديد بقى. طب اشتغل وانا همضي لك. هو ده اللي كان في الاول بيتقال، يعني اشتغل وربنا يوفقك. يعني ورينا نفسك الاول وبعدين نمضي. فدلوقتي بيتهيالي لا، الموضوع اختلف بالنسبه لي، ان هم عارفين عندك سي في بقى خلاص. بيتهيالي يعني قصه ان الواحد يروح ويرجع دي، يعني انا اعتقد ان هي انفير او مش من العدل ان انت حضرتك تحاسبني عليها. في لعيب بيخسرك فلوس؟ اكيد. ازاي؟ اما تقعد تعمل ماركتنج جامد قوي وتطلع وتسافر وتيجي وتليفونات والكلام ده كله، بعد كده يرجع، يعني دي حاجه طبيعيه. يعني عماد متعب قضى عليك؟ لا، عماد متعب صديق واخ وما احبش ان انا ادخل في القصه بتاعته. مش حكايه القصه، لا، ما هو احنا اصلا وانت هنتخانق عشان خاطر عماد متعب ده قطعا يعني، لكن هو الفكره بس انه امتى بتخسر وامتى بتكسب. لا، انت بتخسر، بص على حاجه، انت ما بتكسبش من لعيب غير ما يقعد سنتين ثلاثه بره. يعني مش مجرد التوقيع. لا 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 لا, لا, لا خالص، لان انت مش شغال في مصر، انت مش جايب واحد من بتروجيت مودي سموحه. انت ما بتاخدش عربيتك او بتليفون، بتاخد ده توديه هنا وتعرف ده وعارف ده، ما بتوفرش رصيد حلال يعني، وتاخد قرشين وتحطه في البنك. انت لا، انت مصاريفك يعني لا، انت حضرتك بتطلع بالطياره وبتقعد في اوتيل هناك وبتقعد تشوف الناس هناك وبتاخد تور، ممكن تقعد 12 يوم 14 يوم، بتطلع اسبانيا والمانيا وفرنسا وبتاخد السي في ده وتحطه هنا وهنا، بتصرف، انت بتصرف جامد على اللعيب كويس. فانت النهارده عشان تقول حضرتك ان انت قاعد على قهوه والكلام ده كله، انت هتاخد، لو اللعيب بياخد مليون انت بتاخد 100,000 كويس. وال 100,000 دي بتتقسم، لو انت عندك بارتنر بره بتقسمها نصين 50,000. مش هو ده اللي انت بتبص عليه، انت اللي بتبص عليه انت الراجل ده اما يتزرع هناك كمان سنه او سنتين أكتر. هتتكلم بقى زي كاتيري بتاعت جروجبا وبراموفيتش، هو ده اللي انت عايزه، هو ده اللي انا ببص عليه. فما اذا كان مش طموحي ان انا اطلع. هل انت كل لاعبينك مصريين بس ولا بدات يبقى ليك لاعبين؟ ده اكيد هغير قريب. يعني في عرب او في لا 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 لا, لا, لا مصريين، لان هي بالنسبه لي زي ما بقول لحضرتك دي قضيه، واحب ان اكون مميز فيها، واحب ان الناس تقتنع باللعيب المصري بره. اللعيب المصري ككرويا ما عندوش اي مشكله انه يلعب في اي دوري في العالم خالص. طب احنا لو سالنا في الكوره اي مشجع سواء مهتم قوي او نص نص، هيقول لك اهلي وزمالك يعني واسماعيلي طب نادر الشوقي مين بينافسه في الوكاله؟ لا، ما فيش حد في مصر، ما فيش حد. انت رقم واحد. لا، مش رقم واحد بره، لكن جوه مصر انا مش شغال في جوه مصر. يعني تامر النحاس جوه مصر هو رقم واحد. تامر النحاس جوه مصر رقم واحد، وانت رقم واحد في اللاعبين المصريين. مفيش حد تاني، في حد تاني، مفيش حد تاني. دي ازمه برضه، دي حاجه ما تساعدنيش، ان انا بس اللي بطلع، وما حد يرجع يقول لك نادر عشان هو نادر مش عارف يطلع ويرجع. الحضري ما كانش تابع. احنا عارفين في المقاولات في مقاول بنا وفي مقاول هد. بالظبط. هل انت وكيل تسفير وفي وكيل تاني يرجع؟ لا، ده سيستم بقى، حضرتك بتتكلم في سيستم كبير قوي. انت اللي مطلعهم كلهم عندهم 26 27 سنه. فانا شايف ان بعد الخبرات اللي انا خدتها في الثلاث اربع سنين دول، انت حضرتك لازم تتكلم من سن 18 22 سنه، هو ده اللي يطلع بره. طب جاوبني بحسم وصراحه. اتفضل. اللاعب ووكيل اللاعب، من فيهم يقود الاخر؟ ده سؤال اصل دي حاجات شخصيه ونفسيه، دي هندخل في حاجه قصه كبيره قوي. ان لعيب ده انسان، الانسان ده هل هو سوي ولا غير سوي؟ ما دي حاجه كويسه. لكن انا افضل لي ان انا اشتغل مع حد بيسمع كلام وانا وحاسبني بعد السنتين بتوعي العقد بتاعي، عن ان انا اسمعك. انا ما بسمعش كلام حد، انا في شغلي بسمع انا نفسي، لان انا عارف الناس هناك بتفكر ازاي. فاللعيبه بتاعتي بنتناقش ونشوف مين يقنع التاني. لكن مين اللعيبه نادر اللي انت قلت له بص يا ابني، يا ابن الحلال تعالى، عقدك اهو، ورقك اهو، مع السلامه، والنبي ابعد عني عشان انا صاحب مرض مثلا عيان. لا لا، ما فيش، ما حصلش ده حضرتك. انا عندي 5 لعيبه بس.
انا ما عنديش 20 و40 و50 لعيب، انا عندي خمس لعيبه. انا قابلت في وكلاء لاعبين قابلتهم بالفعل 300 لاعب. لا انا ما اقدرش. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش. انت هترد على كام تليفون وحتى اصل انت عايز تعمل شغل صح. معنى شغل صح يبقى 200 لاعب و100 لاعب. لا شغل شغل صح معناه انت بتكلمه كل يوم، يعني انت بتشوفه اخباره ايه. يعني خمس لعيبه كانوا بالنسبه لي يعني كان صداع. انت ازاي تعرف توفق ما بينهم؟ اكيد في حد كان بيقع، اكيد في حد كان بيزعل مني، اكيد في الاسامي اللي حضرتك شايفها دي. لكن انا كنت بشوف مين اللي محتاجني اكتر جنبه. كويس. طيب في اتهام ليك انا هقوله لك وعن معايا تليفون، فهقول لك الاتهام الاول وتفكر في الاجابه طبعا. قبل ما ناخد التليفون اتهام ليك ان انت البربان اللي بيشتغل من وراه كابتن عدلي القيعي، وان انت شريك غير معلن للكابتن عدلي في صفقات لعيبه الاهلي. حسام يجي، حسام يروح، شوقي يروح او يجي. فكر في الاجابه. وانا معايا كابتن طبعا. ايمن حافظ المدير الاداري لمنتخب الشباب. كابتن ايمن ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كنت حضرتك طيب وانت بالصحة والسلامة ربنا يعيدوا علينا. طيب صح سلامة يا فندم. ايوه كابتن ايمن. والله يا دكتور الخبر اللي حضرتك يعني انا مش عارف مصدره ايه، لان في مواقع انا اقول لحضرتك مصدره ايه. مصدره موقع اليوم السابع وكل المواقع الاخبارية على شبكة الانترنت، مواقع الرياضية المصرية. يعني ما هوش صحفي واحد. ما هوش موقع واحد. ما هوش جورنان واحد. بس انا بقول لحضرتك انا مدير المنتخب. لو انت قدامك تلفزيون كابتن ايمن. قدامي. انا جايب لك الخبر من اليوم السابع اهو. بس رافضين. انا باكد لحضرتك يا دكتور ان انا مع المنتخب. يعني احنا لسه جايين من اوغندا ومتواجدين، وطبعا الخبر اللي هو القرار اللي اتحاد الكره خده الاخير ده طبعا كل الناس بتحترمه، واول واحد بيحترم الكابتن مصطفى. ويعني موضوع ما فيش يعني مشكله خالص. انا قلت كابتن مصطفى يونس خالص. كابتن مصطفى بعيد عن الحكايه دي تماما. انا بتكلم يا كابتن ايمن على فكره تهديد لاعب منتخب. استحاله دي حاجه زي كده. احنا عندنا لعيبه محترمه جدا، لعيبه مؤدبه جدا، لعيبه كل واحد عارف ايه واجباته وايه اللي ليه وايه اللي عليه. الخبر ده استحاله يكون طلع من اي لاعب وانا متواجد معاهم. بقول لحضرتك احنا لسه راجعين من اوغندا ونلعب ماتش وراجعين وقاعدين مع بعض خمس ايام ست ايام مع بعض. نعم في حب وفي يعني الفه بين الجهاز واللعيبه. دي يعني حاجه انت تقصد يا كابتن ايمن ان الامور هادئه تماما ومفيش اي حتى دخان على النار؟ يعني استحاله. بقول لحضرتك اصل ده اللي حضرتك بتقوله ده خطر جدا وعمره ما يحصل في منتخب مصر ولا في منتخبات مصر. طب هسالك سؤال يا كابتن ايمن، اذا حصل هل توافيني على اللي انا قلته؟ طبعا. ما بس استحاله يحصل. استحاله. لا يعني اذا انت مدير المنتخب ولقيت لاعب بيقول لك والله يا كابتن ايمن لو مصطفى يونس مش مكمل معانا انا مش هكمل، هتقول عمره ده ما يحصل يا دكتور. هتقول له ده ايه؟ لا بفترض جدلا يا كابتن ايمن ده حصل واللاعب جه قال لك كده. حد يقدر يتجرأ من لعيبه ولا اي حد يفكر ان يقول حاجه زي كده؟ اللي بيلعب في منتخب مصر ده حاجه شرف كبير جدا طبعًا. وكله بيتمنى انه يلعب في منتخب مصر. وانا عايز اقول لك ان احنا لعيبتنا منتخب 91 الشباب حضرتك هتشوفهم يعني مؤدبين جدا، جيل واعد، لعيبه كلهم دلوقتي بيلعبوا في الدوري الممتاز ومحترفين. وبتمنى النادي ان هو يبص لهم بشكل كويس لان ده السن بتاعهم اللي ممكن برضه ان هم يعملوا فيه حاجه كويسه. يعني 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 كابتن نادر ممكن يعمل قرشين كويسين من المنتخب. بالظبط. يعني جيل واعد. كنت بساله على كابتن عادل القيعي. واضح ان انت هيبقى شريك كابتن ايمن عمار. عايز اقول لحضرتك ان ده خبر يعني ملوش اي اساس من الصحه. ليه؟ لان اللعيبه بتاعتنا فعلا لعيبه على مستوى عالي، كلهم اخلاق، بيقدروا منتخب مصر. وبعدين مع احترام يعني هو في حب وفي يعني بين الجهاز وبين الكابتن مصطفى وبين اللعيبه. لكن كابتن طبعا انا مفرق جدا بين العلاقه والحب مع كابتن مصطفى يونس وبين اللعب المنتخب مصر. يعني انا مفرق جدا بين ان انا بحب كابتن مصطفى يونس وبين ده منتخب مصر. لا ما هو العلاقه برضه حضرتك يا دكتور لما بيبقى المدير الفني بيبقى في حب بينه وبين اللعيبه، ده بيفرق كتير جدا في مع اللعيبه وبيفرق كتير جدا في الاداء. غير انه طبعا بيعمل اسم مصر وبيمثل مصر، دي حاجه لوحدها وبتبقى معمول لها مليون حساب يعني. لكن طبعا العلاقه بين المدرب واللعيب دي علاقه بتبقى كبيره جدا يعني. انا بشكرك كابتن ايمن على هذا التوضيح او هذا التصحيح، وكنت اتمنى طبعا المنتخب يبادر بنفي ما نشرته الصحف او وكالات الانباء او المواقع، لكن احنا كلنا واحد والمهم الحقيقه والمهم مصر فوق الجميع واهم من الجميع واهم حتى من كل الاشخاص. ارجع هتجاوبني على سؤالي؟ لا طبعا هجاوب حضرتك. انا يعني مستغرب من السؤال مبدئيا. بس نادر شاوي مش ستار لحد ولا بارفان لحد ولا هيسمح لحد ان هو يحطني ستار ليه. طب هل ده بيحصل في مصر؟ اكيد بيحصل.
واعضاء في مجلس اداره اتحاد الكره؟ لا لا ما اقدرش، الكلام ده كلام كبير. اتفضل. ليه بتترعش؟ انت وكيل لاعبين وبتسافر وتيجي وبتاع؟ لا لا لا، اصل خايف.